ابن مدينة بومرداس الذي أعاد القفاز الجزائري لساحة الكبار، وبخطى ثابتة يسير محمد فليس اليوم نحو تحقيق هدفه ومعانقة الذهب الأولمبي الذي مازال غائبا عن خزينته. فليسي ملاكم صاحب إمكانيات كبيرة ويملك كامل الحظوظ للحصول على ميدالية في الأولمبياد. صاحب ذهبية البطولة الإفريقية الأخيرة بالكاميرون يواصل تحضيراته بجدية للموعد الأولمبي، فبعد تربص قرغزستان يستعد البطل الشاب لتربص كوبا والمشاركة في دورة جولدوفا غاردن القوية. تربص 20 يوم ولا 22 يوم في قرغزستان اللي كان تربصنا تربص هام، اللي كنا فما الإنسان كنا في الالتيتود، بعد يومين شوف ننتقل إلى كوبا اللي احنا الأوبجيكتيف تاعنا هي الدورة الدولية هذه في كوبا اللي نديروا تربص 25 يوم ونختموها بدورة دولية. لدورة دولية هذه غورفيلا غاردينغ، هذه اللي دورة مشهورة كما يقول لك يشارك فيها كل ملاكمين عالميين. فليسي الذي أعاد الملاكمة الجزائرية لمنصة التتويج العالمية بعد غياب دام 18 عاما بفضل فضية بطولة العالم بكازاخستان وبعدها برونزية مونديال قطر، يواصل إنجازاته الباهرة باحتلاله المركز الثاني عالميا في وزن 52 كيلوغرام حسب الترتيب الأخير للاتحادية الدولية للملاكمة. الحمد لله يعني مصنف الثاني عالميا، ماشي حاجة سهلة باش تعرف هذه بالإرادة والتعب والعمل الجبار كما قلت اللي خدمنا به باش الحمد لله لحقت المستوى هذا. أنا إن شاء الله هذه تساعدني بزاف، هذا الترتيب العالمي هذا مصنف الثاني عالميا تساعدني في الترتيب في الألعاب الأولمبية إن شاء الله. 12 سنة الجزائر ما صعدتش منصة التتويج، الحمد لله كما أقول لك بفضل الله تعالى، بفضل الإرادة، بفضل المدربين، بالحق نائب في سنة 2013 نائب بطل العالم، ماشي حاجة سهلة. نصاب التتويجات لم يكتمل في غياب ميدالية أولمبية، تبقى حلما يسعى فليسي لتحقيقه في العرس الأولمبي القادم بالبرازيل. عندي قاليتي تضغ بطل إفريقي، بطل نائب بطل العالم، بطل ألعاب المتوسط، بطل عرب، إن شاء الله مازال ميدالية أولمبية وحلم قلت لها ونزيد نعاودها، حلم كل رياضي. طموح كبير لملاكم فاقت أحلامه سنه ووزنه ليكون فخر الفن النبيل في الجزائر.